حول هذا الموضوع معنا بالصوت عبر سكايب من برلين محمد المصارع الناطق الرسمي باسم حملة أرقى تذبح بصمت. مرحبا بك سيد المصارع. ما هو التطور اللافت عندما يقولون أو تفيد الأنباء بأن قوات سوريا الديمقراطية دخلت للمرة الأولى أحياء الرقة الجنوبية؟ ما خصوصية هذا التطور؟ خصوصية هذا التطور هو زيادة الضغط على تنظيم داعش داخل مركز مدينة الرقة. سابقا كان التنظيم يدافع عن المدينة من الجهة الشرقية والغربية وأيضا من الجهة الشمالية، حيث إلى الآن لم تقم قوات قسد بالتقدم من الجهة الجنوبية لتفتح في الفترة الحالية الجهة الجنوبية على تنظيم داعش. هذا يربك دفاعات تنظيم داعش داخل مدينة الرقة ويشتت من القوة النارية التي يلجأ إليها تنظيم داعش للدفاع عن أهم معقل له في سوريا سابقا وهو مدينة الرقة. التنظيم خسر خلال الشهر الفائت قرابة نتحدث عن 20 إلى 22% من مساحة مدينة الرقة، لكن هو بشكل فعلي بدأت تتصدع دفاعات التنظيم داخل مدينة الرقة. هنالك حالة ليست بالكبيرة لكن هي حالة لافتة، هي هروب عدد من عناصر التنظيم إما نحو مناطق سيطرة التنظيم أو باتجاه قوات قسد وتسليم أنفسهم إلى ميليشيات قسد وأيضا ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية. أيضا الحالة النفسية لعناصر التنظيم خصوصا مع خسائر التنظيم المتلاحقة في العراق تؤثر على نفسيات المقاتلين داخل مدينة الرقة بشكل عام. نعم، سلامة المدنيين داخل مدينة الرقة، ما هي آخر المستجدات حول هذا الموضوع؟ نتحدث بصراحة ليست هنالك أي إجراءات من قبل ميليشيات قسد أو من قبل التحالف الدولي لتأمين سلامة المدنيين أو عدم التعرض إلى المناطق التي يقطنها المدنيين داخل مدينة الرقة منذ بداية تلك الغارات. نتحدث حصيلة الشهر الفائت فقط قرابة من 3000 إلى 5000 قذيفة مدفعية تم رميها على الرقة بشكل عشوائي، أكثر من 1000 غارة جوية كانت داخل مركز مدينة الرقة. حصيلة الشهداء 113 شهيد مدني سقطوا نتيجة غارات طيران التحالف وأيضا مدفعية قسد والمدفعية التي تستخدمها قوات التحالف الدولي، وأيضا كانت هنالك عملية إعدام أقدمها تنظيم داعش بحق المدنيين داخل الرقة. الوضع مزري جدا للمدنيين، لا تتوفر انقطاع كامل للمياه والكهرباء وجميع الخدمات، توقف كامل للمشافي داخل مدينة الرقة ما عدا مشفى وحيد لا يزال يقدم خدماته ويعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية والتجهيزات الطبية، الخضار والمحروقات الخبز كلها متوقفة داخل مدينة الرقة منذ ما يقارب 20 يوم في ظل الحصار المطبق الذي تفرضه قوات قسد على من تبقى داخل مدينة الرقة. نعم، قبل أن نختم معك سيد محمد للتوضيح فقط، انقطاع الكهرباء والماء ما من المتسبب به؟ هل هي إجراءات تأتي ضمن الحصار أم أن تنظيم الدولة يتعمد قطع هذه الموارد؟ لا، بالنسبة للكهرباء والمياه تتعمد قوات قسد قطع تلك الخدمات عن المدنيين داخل مدينة الرقة. محطة المياه التي تزود المياه لمدينة الرقة أصبحت بيد قوات قسد منذ ما يقارب 15 يوما وتقطع المياه بشكل مستمر عن المدنيين داخل مدينة الرقة. من جهة أخرى يخرج بعض المدنيين يتزود المياه من نهر الفرات، تعمد قوات التحالف إلى قصف هؤلاء المدنيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 15 مدنيا حاولوا جلب المياه من نهر الفرات إلى منازلهم وعوائلهم داخل مركز المدينة. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات محمد المصارع الناطق باسم حملة الرقة تذبح بصمت.